وراد من الرجاء البيضاوي، وهذه الامتداد الوحيد اللي قام فيه في الميركاتو الشتوي. الركنيه غتنفذ بواسطه احمد اجدو، كينفذ الركنيه وهدف تعادل، هدف تعادل لفائده فريق الوداد، هدف تعادل بواسطه مصطفى العلاوي. الوداد يرد بهدف تعادل فرحه جمهور الوداد الحاضر هنا في المركب الرياضي الامير مولاي عبد الله. بعد مرور 33 دقيقه الوداد يسجل هدف تعادل، وفرحه عناصر فريق الوداد بهذا الهدف. والعلاوي يسجل على الاصدقاء الامس، وفرحه الجمهور الودادي كما قلت اللي حاضر مختلف الاعمار لتشجيع فريق الوداد. هنا سوء الرقابه، سوء الرقابه، لانه باش تخلي العلاوي لا يزور قامة طويلة وتخليه حر الطريق، فكنظن بانه هذا خطا بدائي للمدافعين. خاص يقيس المدافع، خاص يبقى قيس العلاوي حتى لاخر لحظه من اللحظات.